لا بس يمكن جايين نطفوا الغرفة أو شيء. أهلا 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 بصاحبة الصون والعفاف وشرف مرت عمي. إذا فتحت تمك لك أمي كول. أمشي قدامي أمشي أمشي. انجي انجي مين اللي عمل فيكي هيك؟ مش عارفه زلمه دخل علينا. زلمه؟ وما عرفتي مين هو؟ مش عارفه وين هو. طيب ساعدني ساعدني. قومي قومي. راسي انا رايح اجيب اشي اشربه. ارتاح. أمل ناهد وينها؟ ناهد؟ ما زهقتيش وانت بتهربي مني وكل مرة بجيبك وبدعس على راسك. الدنيا صغيرة يا بنت عمي واللي بدور بلاكي. ولك انت شو بدك مني؟ شو بدك مني؟ جواز ما رح اتجوزك وحقي بالورثه ما رح اعطيك اياها حتى لو قتلتني. ويا ريت تقتلني وتريحني. اقتلك؟ هيك منزعل مراد. وين الاوراق يا نهد؟ اي اوراق؟ اللي سرقتيها من مكتبه. هاي القصه اللي الف لك اياها مراد؟ اي لا حبيبي، مراد استغلك وضحك عليك. شو قصدك؟ لأنه ما في أوراق وعمري بحياتي ما أخذت قلم واحد من مكتبه. هو الحقير اللي ما أخذ علي وصولات أماني بالكذب والتزوير. مراد استغلك بس عشان يوصل لي، وأكيد وعدك إنه يساعدك بأمور الورثة، بس أنت جرب أعطيله الورق والحجج وما عاد تشوفها. ما تلعبيش معي يا ناهد. ورحمة أبوي ما بكذب عليك، هي هي الحقيقة. أكيد هاد مراد.